بيكم في حلقة جديدة من أعمال إيديا. زي ما تعودنا أكلاتنا كلها حلوة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة وراك الفراخ، هنعملها بصوص الأفوكادو، وهنعمل أكواب اللحمة. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي مقادير وصفتنا الحلوة جدا. أول وصفة معايا هتكون وراك الدجاج، وراك الفراخ هنعملها المخلية، هنعملها بصوص لذيذ جدا. تعالوا نشوف إيه هي المقادير. عندي وراك الفراخ مخلية من غير عظم، عندي بصل، بهارات المشاوي، وعندي ملح وفلفل والزيت، وعندي للصوص هعمل أفوكادو، برتقان، قطع بصل، بقدونس والثوم. تعالوا نشوف هعمل ايه الاول. هجيب الفراخ اول حاجه خالص، هننزلها وهتبلها تتبيله حلوه. هحط شويه بصل مبشور، هحط بهارات المشاوي، هحط الفلفل، هنحط ايه الملح كده، وهجيب شوية من الزيت كده، وهنقلبها مع بعض. التتبيلة دي كل مرة بقول لكم ان انا التتبيلات بحب دايما اقعدها اقل حاجة ساعتين لتلاتة علشان تاخد النكهات بتاعتي. وايه طبعا لو ما عندناش وقت مش مشكلة، بس هي تبقى احلى حاجة ليها ان احنا نسيبها من ساعتين لتلاتة في ايه في التتبيل. بصوا بقى كده جمالها، يا سلام يا سلام. اهو كده هحط بقى هنا رشة زيت كده، وبعدين هبدأ بالايه بالشوي. يلا ناخد واحدة واحدة وهنحطها. ناخدها بايه دي احسن. الوراك كمان من الحاجات الحلوه جدا، في ناس كتير قوي بتحبها، فايه ومش كتير بيعملوها، فاحنا بنجدد معاكم تتبيلات، بنجدد معاكم وصفات ليها علشان ايه دايما نعمل كل ما هو جديد ومختلف. حاجات بتكون بسيطة جدا بس بنزود لها كام حاجة بسيطة في المقادير تعمل طعم جميل ومختلف شوية عن اللي احنا ايه متعودين عليه. نوسع مكان القطعة دي، تكش شوية وازود دي لو ليها مكان. هعمل بقى عندي هنا الصوص بتاعي الجميل. هجيب الافوكادو، هيبقى متقطع زي ما انتم شايفين مكعبات، وعندنا البرتقان اهو. دي بتكون كده ايه وصفة خفيفة سريعة. هحط شوية من البصل، الخضرة الجميلة اللي بتديني الطعم الحلو، سن الثوم بسيطة جدا، شوية فلفل، ملح، وزيت الزيتون كده، وايه هقلبهم كلهم مع بعض تقليبة حلوة جدا. بصوا الجمال اهو كده، عندي الصوص جاهز. حاجة كده ايه نحس بطعمها صيفي. بصوا وايه المقادير كلها بتخش مع بعض اهو، وبتديني
انا الاحساس اللي هو زي الليمون او كده، البرتقال بيديني انا الجمال ده كله. يلا بينا نكمل الشوي بقى. هنقلبها كده على الناحية الثانية تستوي معايا وتبقى جميلة جدا وتتقدم. تعالوا نطلع الفاصل بتاعنا تكون استوت ونقدمها ونجيب الوصفة الثانية معانا الجميلة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف معانا قد ايه الفراخ شكلها جميل. وبصوا الصوص كده فريش وحلوه قوي. عملنا مع بعض اوراق الفراخ، عملناها مشويه بتتبيله لذيذه جدا، والصوص بتاعها سهل وسريع وسائع كده على طول، علشان حاجه يعني خفيفه زي ما احنا متعودين نعملها في الموسم بتاعنا. ودلوقتي هنعمل مع بعض اكواب اللحمه، سهله جدا، وصفه هتعجبكم قوي ومقاديرها كلها جميله. بصوا شكلها بيطلع كده في الاخر. تعالوا نشوف ايه المقادير معايا. عندي الجبنه المبشوره، الجبنه المبشوره اللي عندنا في البيت، جبنه شادر، جبنه جوده، رومي، موتزاريلا اللي موجوده. وعندي لحمه مفرومه متعصجه، زبده سايحه، وعندي طبعا عجينه بقى عجينه الجلاش. اوكي اهو، تعالوا نشوف هعملها ازاي، هوريكم بس انا بعملها ازاي علشان ايه. طب استنوا، تصدقوا انا هعمل معاكم فكره احلى على ما اعملها الاول. تعالوا نعمل الحشوات، ندخلها الفرن وبعدين اوريكم تكون ساحت وتطلع جاهزه. هحشيها بقى هنا باللحمه المفرومه، بصوا الجمال، وهحط عليها الجبنه المبشوره، اللحمه المفرومه دي بتبقى حلوه جدا كمان في كذا وصفه، مش بس الوصفه دي، احنا عملناها قبل كده مع بعض، عملنا اكواب الشاورما من كذا يمكن موسم او كذا سنه كمان، وعملنا فيها الفراخ تطلع حلوه جدا. وبصوا وردات شكلها جميل قد ايه. نحط الجبنه ونحط كمان كده، جميله جدا، سهلة، ما بتاخدش وقت خالص. والناس كمان بتحبها قوي، يعني في العزومات بتكون من الحاجات الحلوة جدا في الترابيزة بتاعتنا أو في سفرتنا. فدايما احنا بنحب نعمل حاجات اللي هي شكلها لذيذ مختلف. بصوا بقى جمالها اهي، وتخش الفرن بقى تاخد الوش يسيح، بعد كده نقدمها بطريقه جميله. يلا بينا. يا سلام يا سلام. يلا اخر بقى كوبايه معايا. كده بصوا الجمال. يلا ندخلها بقى الفرن تسيح على طول ونطلعها.
يلا. بصوا بقى قبل ما ايه ما نطلعها عايزه اوريكم. بصوا هنا بتتعمل ازاي، بتتعمل بطريقه سهله جدا. وهنقسمها وهنحطها كده اهو، ونخلي بالنا ليه لان هي بتكون رقيقه جدا جدا. وايه هنقطعها تاني اهو كده. وايه هجيب الزبده وهعملها كويس جدا كلها كده وهتشيلها كده زي ما احنا شايفين. وهجيب قالب الكب كيك بتاعي وايه هبدا اعملها بالشكل ده كده. واهم حاجه ان انا اكون مفتحاها علشان تعمل معايا، اقدر ان انا احشيها اهي. بصوا بقى الجمال كده. اوكي عرفنا ازاي بنعملها، انا حبيت اعمل معاكم واحده علشان نشوفها. وتعالوا نشوف معانا، بصوا بقى لما ساحت بقت جميلة قد ايه. بصوا سهلة جدا جدا، ما بتاخدش وقت. وريتكم الوردة بتتعمل ازاي بكل سهولة، عملناها مع بعض علشان برضو ايه تشوفوها وتبقوا عارفين بنعملها ازاي. وتعالوا بقى نجيب التقديمة بتاعتنا. ودايما نتاكد ان احنا قافلينها كويس قوي علشان ما تنشفش، لان ورق الجلاش بينشف بسرعه جدا، فاحنا دايما عايزينه يكون ملفوف علشان ايه ما ينشفش مننا. يلا تعالوا بقى معايا نعملها نقدمها. بصوا الجمال في الطبق. شايفين قد ايه جميلة وحلوة. وردات حلوة جدا، بصوا حلاوتها. تعالوا كده نشوف عملنا ايه مع بعض النهاردة. عملنا النهاردة مع بعض اوراق الفراخ، عملناها بطريقة لذيذة سهلة. وعملنا كمان أكواب اللحمة لذيذة جدا مختلفة. أتمنى يكونوا وصفات سهلة جميلة وتجربوهم. وابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل إيديا على الفيسبوك، وسي بي سي صفر على انستجرام. واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من عمايل إيديا. Thank you.